فئه القعدان للثنائي القعدان، هذا هو شوطنا الثالث وانطلق قبل قليل. هذا الشوط نتمنى التوفيق لجميع الاسماء الحاضره والمتواجده في هذا الشوط. نتجه اعزائي المتابعين اعزائي المستمعين، ارحب بكل المشاهدين في الوطن العربي الكبير واينما يصلكم ارسال وبث قناه الريان الفضائيه عبر الاقمار الصناعيه. ارحب بالمستمعين ايضا عبر اثير الراديو على 88.6 اذاعه الهجن واذاعه قناه الريان الفضائيه على 97.0 اف ام. اعزائي المتابعين، نتجه الى مقدمه الشوط الجذاب، تشاهدونه على المركز الاول في هذه اللحظات من هجن الشحانيه، يضم السلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل الى المركز الثاني ومن يتقدم بشعار هجن الشحانيه ملبي يصل على المركز الثاني من هجن الشحانيه، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وتسلل ودخول من المركز الثالث الى المركز الثاني. الباز يتقدم مع اول كيلو متر مقطوع، الباز يتقدم ليختطف المركز الثاني من هجن الشحاني المضمر سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث ملبي من هجن الشحانيه يضمر ملبي المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل الى المركز الرابع. المركز الرابع يتقدم فيه العديد من هجن الشحانيه، هذا هو على المركز الرابع المضمر ايضا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الخامس ارى واشاهد السعدي من هجن الشحانيه يضمر السعدي المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. اذا نظرة سريعة على أسماء الهجن المشاركة في هذا الشوط، أربعة أسماء في هذا الشوط وأربعة قعدان بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بداية مع الحنيش، الجذاب، العديد، وملبي. همام يشارك لسعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني، والمنصور وولوال ايضا هذين الاسمين تشارك من اجل الشحانيه بقياده المضمر المشاغب محمد بن خالد العطيه، وصوغان لسعاده الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز ال ثاني بقياده المضمر عبد الرحمن الكبيسي، وايضا يشارك في هذا الشوط السعدي والباز من اجل الشحانيه بقياده الذهبي سالم بن فاران، والقحيدي يشارك من اجل الشحانيه بقياده جابر بن سالم بن فاران. 11 اسم متواجده في هذا الشوط، نخبة القعدان تتواجد في هذا الشوط. عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، يتقدم مرة أخرى في هذه اللحظات الجذاب على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، ينفرد في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء بالمركز الأول. سلطان الوهيبي قدم لنا في الشوط الرئيسي للبكار في هذا المساء شناح، وقدم ايضا لنا الماء من حلت وصيفه، من حلت وصيفه، ها هو يقدم لنا في هذا الشوط الجذاب. قدم لنا شناح وقدم لنا ذرب ايضا على الشوط الرابع الثاني للقعدان، وهذا الشوط الثالث قدمه الوهيبي، هذا الشوط الثالث ويقدم لنا في هذا الشوط الجذاب. من يرقص وحيدا على الكادر الفوقاني على الهواء مباشرة. المركز الثاني يتقدم فيه ملبي من هجن الشحانية، المضمر ايضا مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، بينما المركز الثالث يتقدم الباز، سلالة الباز اراها على المركز الثالث مع شعار هجن الشحانية بقيادة سالم بن فاران. ننتقل الى المركز الرابع وهنا العديد يتقدم ايضا من هجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وعلى المركز الخامس الحنيش يتقدم، اول نداء للحنيش مع انتصاف مسافة الشوط، هذا الحنيش يتدخل في هذه اللحظات الى دائرة النداء من هجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يعني الاربعة اسماء اللي بقيادة سلطان الوهيبي متواجدة في دائرة النداء، هناك مشاركة من الباز على المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة المضمر سالم بن فاران. عموما وعلى كل حال، هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وسيطرة على المركز الأول من قبل
الجذاب يسيطر ويفرض سيطرته على صدارة الشوط وعلى المركز الأول من بداية الشوط، وهو يتحكم بزمام الأمور، يسيطر على المركز الأول وعلى الكادر الفوقاني. نشاهد هذه الأعداد على الكادر التحتاني عبر هذا الرصد الجميل من مخرج هذا السباق الأستاذ محمد فيضي وأخوانه المصورين هنا سواء على أرضية الميدان أو في قناة الريان الفضائية. أيها الأعزاء، العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، ما زال ملبي أو ما زال الجذاب اللي على صدارة الشوط ملبي على المركز الثاني من أجل الشحانية. التضمير مع السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل إلى ثالث المراكز، الباز على المركز الثالث من أجل الشحانية، يتابع في هذه الانطلاقة أبو جابر، يتابعه سالم بن فاران أحد خبراء عالم التضمير. المركز الرابع ينطلق فيه الحنيش من أجل الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا هو الحنيش على المركز الرابع. المركز الخامس تدخل من قبل حامل الرقم 12 من أجل الشحانية، ما تعرفنا على اسمه، مضمر محمد بن خالد العطية اللي على المركز الخامس، سنتعرف عليه بوافينا به المشاغب، بوافينا باسم القعود اللي على المركز الخامس. هذا هو على خامس المراكز من أجل الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. غيص على المركز الخامس الغيص على المركز الخامس من أجل الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. نختم ندانا بالغيص ونعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام، 1500 متر أعزائي المتابعين، الجذاب 4.5 كيلو أيضا كان الجذاب متقدم وما زال متقدم، ونقترب من لوحة الكيلومتر الأخير ليكمل 5 كيلومترات، ويتبقى كيلو واحد، ويتبقى بعد الأمتار القليلة كيلومتر واحد على قيادة هذا المشارك اللي قام راس ويواصل انطلاقه راس في هذا الشوط. يا سلام، الجذاب اسم قوي في عالم السباقات، هذا المشارك الجذاب سجل حافل بالإنجازات ونقاط عديدة في هذا الموسم. المركز الثاني الباز من أجل الشحانية، سالم بن فاران في تضمير. المركز الثالث العديد من عد العدة لخوض المنافسة في الأمتار الحساسة، هذا هو العديد قادم من أجل الشحانية بقيادة العملاق سلطان الوهيبي. يا سلام، نشوف المركز الرابع، المنصور مع الكيلومتر الأخير، المنصور قادم من أجل الشحانية، المشاغب يتابع في التضمير. المركز الخامس أعزائي المتابعين، الغيص أو من يتقدم القحيدي من أجل الشحانية، جابر بن سالم بن فاران، وانطلق الجذاب ليحكم السيطرة على هذا الشوط. ولكن دير بالك يا العملاق من سلطان الوهيبي اللي يراه على المركز الثاني. العملاق مع هجن الشحانية يشكل الخطورة على الجذاب. إذن الجذاب والعديد من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، العديد يتسلل، العديد الجذاب من الجانب الآخر. اللحظات الحاسمة مع هذا الشعار ومع هذين القعودين بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يتابع الموقف العديد يتسلل، عاد الجذاب مرة أخرى، ولكن يصمد العديد رغم ضغوط الجذاب في هذا الشوط. العديد أعد العدة وتميز وأبدع في هذا الشوط، وأمتع الناظرين أيضا وأمتع الحاضرين بهذا التقدم وبهذا العرض الاستثنائي الجميل. تهانينا وناموس لجن الشحانية على الفوز بالمركز الأول وبالمركز الثاني، والتهاني لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم الاسمين في المركز الأول والثاني. المركز الثالث أيضا من أجل الشحانية مع المضمر الباز، مع المضمر سالم بن فاران المركز الثالث. المركز الرابع المنصور من أجل الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس والوال من أجل الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة أيها الأعزاء،
هذه النتيجة أيها الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، والعديد هو من خطف ناموس الشوط وخطف المركز الأول من هجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. التوقيت الزمني 9:46 15 جزء من الثانية. تهانينا وناموس هجن الشحانية، والتهاني للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي الجذاب، قطع المسافة في 9:48 61 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني على الفوز بالمركز الثاني للسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث البال 9:50 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني موصولة للمضمر الذهبي سالم بن فاران.